اسماء الله الحسنى اللي بحالنا اون لي زانيوغي وبقينا كنشوفوا غير فواحد الاسماء ها شديد العقاب ها العزيز الجبار. كنا كنخافوا من الله بزاف ملي كنكونوا صغيرين. دونك الرومي كان كي بحال نقولوا كي بين لي واحد الطريق في الروحانيات ديال الاسلام. واحد النهار واحد السيد في قلب اون سيونس دو ثيرابي قال لي واحد الجمله وانا قلت هضر الرومي تقول لي تهضر. السلام عليكم. بغيت نهضر لكم اليوم على واحد الانسان اللي اثر فيا بزاف، جلال الدين الرومي، اولا كيعيطوا له في تركيا مافلالا جلال الدين الرومي. جلال الدين الرومي واحد السيد اللي كان عايش واحد الحياة دينية، كان شخص فقيه كي كنقولوا حنايا فقيه، وكان كيدير الخطب ديال الدينية، وكان واحد الانسان اللي كيفهم الدين بالطريقة اللي كيفهموه الفقهاء. والحقيقة هو انه علمني انا نشوف الدين بواحد الطريقة اللي مختلفة، لان تغيرت الحياة ديالو، ما بقاش فقيه عادي، رجع للفقيه سبيسيال سبيريتويال، لدرجة انه دابا في هذه اللحظة الحالية إلا قلت لكم بلي أكثر شاعر كيتقرا في العالم كله في هذه اللحظة هذه في أمريكان في الإنجليز في أوروبا، أول واحد هو جلال الدين الرومي. الشعر ديالو تخطى لي كولتور، تخطى الثقافات، ماشي ضروري أنك تكون مسلم باش أنك تفهم له الشعر ديالو. بحال خدا واحد النكهة في المسائل الروحية ديال الإسلام وقدر يوصلها لأي واحد، وبزاف ديال الشعراء وديال الفلاسفة الكبار في العالم يسوسو انسبيغي من جلال الدين الرومي. وأنا شخصيا المسألة اللي علمني جلال الدين الرومي هي أنني تكون عندي علاقة قوية ووطيدة مع سيدي ربي، وما تكونش بازي جوست على الخوف كيف ما تعلمنا ملي كنا صغار. ملي كنكونوا صغار كتكون الرسالة للوالدين ديالنا هي عندك خصك تصلي أو لا تدخل جهنم، عندك ما خصكش دير الأخطاء أو لا تدخل جهنم. كتكون عندنا واحد العلاقة مع الله اللي ديال الخوف، ما كيكونش داك العلاقة ديال الرحمة والحنان المودة والله الرحمن الرحيم. بزاف ديال الأسماء الله الحسنى اللي بحالنا أون لي زانيوغي وبقينا كنشوفوا غير فواحد الأسماء ها شديد العقاب ها العزيز الجبار. كنا كنخافوا من الله بزاف ملي كنكونوا صغيرين. جو مغابيل كان في 10 سنين ولا 12 عام، المهم في هاد لي زونفيرون، واحد ليله كامل ما قديتش نعس، وكنتخيل يوم القيامه وبلي راني داخل الجهنم. كانت عندي عند العلاقه هذه بحال اي واحد ملي كان صغير ديال الخوف. وجوستومون واحد الوقيته من حياتي كنت بديت كنفكر وشكون هو الله، واش كاين الله واش ما كاينش، بحال اي واحد في لادوليسونس. وفي الحقيقه هاد الناس اللي بحال جلال الدين الرومي، هاد الناس اللي روحيين، هما اللي قدروا يجاوبوني على واحد الاسئله اللي ما لقيت لهمش الجواب بطريقه عقلانيه، بطريقه ديال زعما شكون هو الله والله هو واحد الحاجه، لا، ولا بطريقه عقلانيه ديال 1 بلس 1 ايكال 2، ما لقيتش الجواب لمعظم الاسئله الدينيه. واخا كان كيجيب لي الله راني لقيتهم، في التالي كيبان لي بلي داك الجواب راه خطا. فتالي لا سول ريبونس اللي لقيت à la vie, à l'univers, c'est une réponse qui est spirituelle. C'est une réponse liée à rohia. C'est la réponse qui est spirituelle par sa nature. طبيعة ديالها تيهضر عليها الرومي كيرمز لها بالحب. وكاين واحد القصة ديال الرومي أنه كان جالس في الجامع وجا عنده واحد السيد كيبكي وبحال يبوس له رجليه، والرومي قال له علاش كتبوس لي برجليه؟ أنا لا يعبد بحق إلا الله. قال له لا يخليك تكر لي الله باش يغفر لي. قال له شنو هو المشكل اللي عندك؟ ثاني زعما كان دار واحد الخطيئة. جا قال له شوف غادي تمشي تسجد، تمشي تصلي، وملي تكون أمام الله وتكون في ذاك اللحظة مخشع غادي تقول يا ربي اغفر لي، وراه ربي غادي يغفر لك. الوغ تخيلوا في ذاك اللحظة سمعوا واحد الخناقة دول الحياة طويلة بزاف، ومن ذاك المتشددين من ديما كاين، قال له قل إن الله شديد العقاب. هو جاوبه واحد الجواب حنا بالدارجه كنقولوا بديك النيه تلاقي مولاك، لان الله تيقولنا، لان رسول الله قالنا لا تموتون الا وانتم تحسنون الظن بالله. ملي كيكون شي واحد ما كيحسنش الظن بالله او لا كنقولوا بالدارجه فيه قلت النيه، راه غادي يكون هذا سيدي ربي، ما يمكنلكش دير قلت النيه مع سيدي ربي.
ملي الله تعطينا اسماء الرحمن والحنان المنان وحنا ما تنديوهاش فيهم إبا سي نورمال انك غادي تعذب، لانك بحال غنقولوا كفرتي بواحد الاسم من اسماء الله الحسنى، ما عطيتيهش القيمه، وراه غادي يقفز من اي خطيئه كما كانت. الا كان اسم الله الغفور غادي تزولو، وهذه راه خطيره جدا، راه اكثر من انك دير خطيئه حتى هي ما مزياناش، ولكن هذه كفز منها. كاين واحد المقوله تيقول لك الهدف ديالك ماشي هو انك تلقى الحب، الهدف ديالك هو انك تحطم لي ريزيستونس اللي ما كيخليوكش انك توصل للحب، المقاومه اللي كاينه في قلب منك. وهذه المقاومه انا اون طون كو ثيرابوت كمعالج كنشوف الناس علاش عندهم هذه المقاومات، كيتكون واحد الخوف. دابا تعرضتي لواحد الصدمه ملي كنتي صغير، الوالد ولا الوالده ديالك كانت تترفضك، اولا تعرضتي لواحد لابوندون، كان الوالد ديالك ما تيديهاش فيك، كان كي هجرك ولا ما يعاودش يهضر معاك كاع. بحال هاد المسائل هادو كيخلي الواحد يدير بحال واحد لاكاباس، واحد المقاومه للحب. وهنا ملي كيهضر رومي على الحب تيرمز في نفس الوقت الحب للراجل اللي تكون عنده المراه ديالو ولا المراه الراجل ديالها، ولكن حصل الحب الالهي، الحب الرباني بينك وبين الخالق وبين الكون بصفه عامه. لان الانسان كيفاش كيقدر يحب الخالق بالحب ديالو للكون؟ هكا كيعبر عليها الرومي. ما يمكنلكش انت تحب الله وانت ما عمرك ما شفتي الله. الا بغيتي انك تحب الله كتحبه في الخلق ديالو. الوغ كيزيد حتى لدرجه ان تيقول لك الواحد ملي كيكون كيحب الزوج ولا الزوجه ديالو كيكون في واحد الحاله انه كيحب الله والرحمن اللي هو اللي خلقهم بجوج، كتكون واحد لارموني بيناتهم. بحال هاد المسائل بالنسبه لي تي الرومي متبع السنه ديال سيدنا رسول الله، لان الرهبان في الديانات الاخرين ما كيتزوجوش، ولكن سيدنا رسول الله اللي وصل للقمه ديال الروحانيات اللي هبط عليه الوحي، واللي حتى هو كان عنده دي براتيك، كان كيدير لا ميديتاسيون والذكر غار حراء، كان كيمشي وتيجلس بوحدو حتى قبل ما تجي الرساله. وجاو شي ناس تيقولوا له زعما حنايا راه كنتسابقوا، انا ما تناكلش، انا ما تنديرش، انا ما تنزوجش. قال لهم من لم يتبع سنتي فهو ليس مني. وهذه السنه ديال الرسول انه كان مزوج وكان كيحب العيالات وكانوا اعزازين عليه العيالات. وقالها في واحد الحديث معروف ان الرسول ثلاثه الحوايج كيحبهم في الحياه وهما العيالات الحاجه الثانيه هو العطر ولا العود الرائحه الطيبه، الحاجه الثالثه هي الصلاه، وجعلت قره عيني في الصلاه. دونك الرومي كان كي بحال نقولوا كيبين لي واحد الطريق في الروحانيات ديال الاسلام اللي ما لقيتهاش في الثقافه ديالنا، ما لقيتهاش. بحال نقولوا سيدنا رسول الله واحد لو بوزل خصنا نعمروه، وما يمكنش تعمر غير واحد الطرف وتكون ساتيسفي، قديما ان ساتيسفي. الا بغيتي تعرف شكون هو هذا الانسان الكامل اللي هو رسول الله جامع عند سيدي ربي باش انه يورينا الرساله ديالو، ضروري انك تعرف عليه من بزاف ديال البلايص، من بزاف ديال الثقافات. بحال نقولوا شويه واحد البوزل راه في المغرب، واحد البوزل راه في تركيا، واحد البوزل راه طلع كاع عند الاوروبيين، وحنا ما ساقينش الخبر. بحال والو ما عندهم واحد الحاجه ديال سيدنا رسول الله. دونك من هاد التجربه ديالي اكتشفت بحال الحاجه الوحيده اللي تخليك انك تطور روحيا وترتقي هي انك تستافد من اي واحد، من اي واحد وكيف ما كان. ملي كتبدا كتشوف الناس، وانا كمعالج كنتلاقى بزاف ديال الناس، كل واحد كيفاش داير، راه كل واحد فينا عنده واحد الطاقه غريبه ديالو خاصه به. الا بديتي كتعلم بنادم، الا بديتي كتعلم الناس جداد اللي كتلاقى في الحياه ديالك، كتبدا كترتقي. يمكن شي نهار تعرف شنو هذا الانسان الكامل، شكون هو هذا الانسان اللي كان طيب بزاف واللي كان كيحبوه الناس واللي كان حتى هو كيحبهم واللي كان ظريف في واحد الدرجه خياليه. سيدنا رسول الله كان كل نهار كيخرج في واحد الايامات كان رسول والناس كيحبوه في المدينه، كيخرج وكيلقى الزبل حدا باب دارو ديال حشاكم ديال الكبش مليوحة والريحه خايبه، جوغ ابخي جوغ، نهار مورا نهار. واحد النهار داك السيد اللي كان كيلوح ما جاش، ما لقاش داك الزبل، جا خرج سيدنا رسول الله ما لقاش الزبل، جا تيسول فيه، قال لهم فين هو هذا السيد اللي كان كيلوح حنا اللي كان كيلوح الزبل؟ فين هو اليهودي؟ قال له فين هو ذاك اليهودي؟ بقاو كيضحكوا عليه ذاك الناس من يسولهم، قال له راه كيموت والحمد لله نتهناو منه، وحتى واحد ما غادي يديها فيه لأنه مكروه. مشى سيدنا رسول الله هو اللي تكلف بهذا السيد، هو اللي حن عليه.
هو اللي وقف معاه حتى رجع على رجليه. في التالي افكتيفمون دخل الاسلام بواحد الطريقه سلميه وبزاف ديال المسائل مازال خصنا نعرفوها في حال هذه المسائل. جلال الدين الرومي كتب شعر اللي دابا مازال كيتقرا في الكون في العالم كامل، واللي اثر في الحياه بطريقه ايجابيه جدا على الحياه ديال المئات الالاف ديال الناس، الملايين ديال الناس. شحال من واحد كان غادي يمشي يدير فضيحه وقرا داك طرف الشعر تيقول له ما تخافش الله معاك وغادي يكون الخير وكيتكالما. واحد النهار واحد السيد في قلب انسان في ثيرابي قال لي واحد الجمله وانا قلت هذا راه الرومي تقول لي تهضر. قال لي ما بقاش عندي لاش نبقى جالس في الحبس، في الحبس تنشوف الباب محلوله صافي غادي ندوز فيها. وكاينه واحد القصيده ديالو كيهضر على هذه المساله. هذا واحد البيرسوناج رائع، وإلا بغيتيو نقلبوا على واحد اخر بحالو بحال جلال الدين الرومي عندنا في المغرب كاين سميتو ابو الحسن الشوشتاري. جوفي سيد دابا نحاول شي نهار نهضر عليه في شي فيديو. جيسبيغ تكون عجبتكم بزاف. خليو لي التعاليق ديالكم على شنو كتعرفوا على جلال الدين الرومي، وتبارك الله عليكم، مع السلامه.